جميع أهل السنة والجماعة، كذلك من يقال عنهم أنهم أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الوهابية، هم يحبون الإمام الشافعي. أوه، لأن أهل السنة والجماعة هنالك قد داتم إمام محمد بن عبد الوهاب قد كجي داتم إمام الشافعي رحمه الله، بل أنهم يعتقدوا أن محبة الإمام الشافعي رحمه الله دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وبنتي قد انتهك سرلانكا لدنكا إمام الشافعي رحمه الله كيتيكا لدنكا تكانكا سرلانكا رتجب الله سبحانه وتعالى، لكن لا نقلو فيه. وبنتي جرمن أني جمجرل تجب قد بالله نحب الإمام الشافعي رحمه الله يسر الله إمام شافعي رحمه الله وندافع عنه ينكابي بكوت ونقول بما قال الإمام الشافعي رحمه الله حاجن كان لو أويد قد بانتها إذا صح الحديث فهو مذهبي قد بانتها أويد ترمتو أمبي حديث كيجي ميكي ربقون لا يمكن أن يتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم Lucunya jemaat tambah teh, lu teratai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penuh.